السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. تنشكر جميع الأحباب ديالنا وخوتنا وعائلة ديالنا ديال القناة التي دعمونا لا من قريب ولا من بعيد. بصراحة الإنسان تيفرح ملي تيشوف ديك يعني ديك التعليقات الزوينين. هذا هو كما قلت لكم، هذا هو الدعم الكبير، هذا هو الحافز اللي تيخلي الإنسان أنه يستمر ويزيد القدام ويقلب دائما على كل ما هو جديد باش نفيدوا جميع الإخوان ديالنا. تنشكركم بزاف وتنتمنى أنني نكون عند حسن الظن ديالكم إن شاء الله. هذه تشوفوها، هذه اللي كنصور فيها بعض الأحيان باش ندير فيديو ومنديرش خلفية من ورايا مثلا صورة، تقدر دير صورة، تقدر دير فيديو كاع متحرك وتكون تسبب أنت قدام. بهذه الطريقة هذه ممكن إن شاء الله نقدر ندير حلقة نفسر فيها هذه المسألة، كيفاش تصور بهذه المسألة هذه باش دير شي خلفية ديال الاستوديو من وراك. في القناة الثانية ممكن ندير هذه الحلقة هذه. المهم الموضوع ديالنا هو طلب تأشيرة من أجل السياحة. كنا تكلمنا هذه يومين طلب تأشيرة من أجل يعني زيارة عائلية، قلنا الأوراق اللي غادي خاصك واللي خاصك، قلنا تكلمنا على جميع الأوراق اللي غادي خاصو. الإنسان اللي غادي يدير لك مثلا زيارة، غادي يطلب الزيارة العائلية ليك، البنكة، الدار، السكن، الخدمة، المهم تكلمنا على جميع ما غادي تحتاجو في هذه المسألة هذه، واش غادي يحتاج الإنسان اللي في المغرب، الأوراق اللي غادي يحتاجهم. تكلمت على الاوراق اللي غادي يحتاجهم الانسان اللي في المغرب باش انه يدفع ياخذ الاوراق اللي غادي يجيو من ايطاليا او من فرنسا او اي بلد. تقريبا نفس الطريقه، نفس المعاملات اللي تتعامل اي دوله اوروبيه. تقريبا ما كاينش اختلاف كبير يعني في طلب الفيزا ما بين الدول الاوروبيه، فرنسا ولا ايطاليا ولا بلجيكا. المهم الموضوع ديالنا اليوم هو طلب تاشيره من اجل السياحه، هو ريزيرفاسيون ديال الاوتيل، باسبور ديالك، جوج تصاور، تذكرة ديال الطائرة ذهبا وإيابا ديال السفر، تأمين الصحي، زائد دوتاسيون ديال أون دو فيز، يعني ضروري خصك تاخذ من مصرف أو من بنكة، لأن غادي دير معك شي حاجة ديال دو فيز، إثباتات يعني ديال المهنية عن شهادة العمل، إثباتات كذلك مادية بأنك عندك الإمكانيات، عندك فلوس باش أنك غادي تصرف على راسك. طول ديك المده اللي غادي تقضيها في برا مثلا من غادي تاخذ التاشيره ديالك. هذا ما كان في هذه الحلقه هذه، راه كل شيء باين وكل شيء واضح. نتمنى نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.